من أجل صحتكم. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أجل صحتكم. وقعت عدة حالات وفيات بين أطفال مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي نتيجة انتشار فيروس التهاب القصبات الشعرية الذي أصاب الكثير من أطفال المدينة. وترافق انتشار الفيروس مع موجة البرد التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، مما أدى لزيادة مخاطر الإصابات عند الأطفال. ما هي طبيعة هذا المرض وما هي سبل الوقاية منه وطرق علاجه؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى نجيب عنها في حلقة اليوم التي نبدأها بمتابعة التقرير التالي الذي أعده فريق البرنامج في مدينة الأتارب. تعددت الأسباب والموت واحد، هو الشبح الذي يلاحق السوريين إن لم يكن بالقصف والرصاص فبالبرد والمرض. جائحة التهاب القصبات الشعرية هو ما أصاب هذه الطفلة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. الطفلة اجت بالتهاب القصبات الشعرية أدى لتصفية تنفسي. تصفية تنفسي عملنا الإسعافات الأولية، تنبيه للطفلة وأمنا وجه التنفس بشكل كويس، سحبنا مفرزات من القصبات ومن الصدرة، تحسنت الأكسجة بشكل كان تباطؤ نبض، تحسن النبضة شوي كمان نتيجة تحسين الأكسجة، تحتاج إلى عناية مشددة ولا منفسي خاصة بالأطفال. عدم توفر العناية المشددة بالمشفى تبعنا اضطرينا نبعثها نحولها على مشفى فيه عناية مشددة. مشافي تركية حصرا، لأنه المشافي المحررة ما في عناية مشددة للأطفال. هذه الطفلة هي واحدة من 150 حالة مصابة تصل إلى مشفى الأتارب في ريف حلب الغربي يوميا، حيث يقوم المشفى بعلاج أغلب المرضى وإحالة الحالات الخطيرة إلى تركيا، وذلك لعدم توافر النوع والكم الكافي من الأجهزة الطبية اللازمة لعلاج هذا المرض. انتشر المرض أخيرا في ريف حلب الغربي والشمالي بالإضافة إلى ريف إدلب. يستهدف المرض الأطفال دون عمر السنة وخصوصا من هم حديثي الولادة، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على الحواضن. ويقول الأطباء إن هذا النوع من الأمراض لا يمكن علاجه في المنزل، ويجب نقل المريض فورا إلى المشفى لتلقي جلسات إرذاذ يتمكن المريض من استعادة قدرته على التنفس الطبيعي ثم البدء بتلقي العلاج. الوضع لما تيجي لعنا الأطفال نحن بنقوم بداية من الأول بنعمل سحب مفرزات، إعطاء إرزاز، تعويض سوائل كامل، لأن بيكون هون صعوبة الإرضاع عند الطفل صعبة شوي، بنعوضها نحن بالسيرومات، وهذا هو كله من دار نحن طبعا مع المضادات والأدوية اللي بترافقوا. من البرد، ثلج، ما في أغطية، ما في تدفية، بنكسر حطب وبنشعل للولاد من الدخان والبرد. صابون هيك شو صار معه بالبيت؟ ازرق وصار يسعل وصار يقوطن ويستفرق، جبناه على المستوصف حالنا لهون. برنامج من أجل صحتكم، سيف عزام. نرحب بضيف حلقتنا اليوم الدكتور عبد الرحمن عبيد مدير مشفى الأتارب الذي أجرى معه فريق البرنامج الحوار التالي. ما هو عدد حالات الوفاة التي حصلت عند الأطفال نتيجة الفيروس المنتشر في مدينة الأتارب؟ ما هي أعمار الوفيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وصل إلى المشفى 4 حالات وفيات، وفوا خارج المشفى بسبب انتشار فيروس يسبب التهاب قصيبات شعرية شديد عند الأطفال. أعمار الوفيات تحت دون الشهر. ما هي أعداد الإصابات الأخرى التي ظهرت عند الأطفال؟ يراجع المشفى حالياً أكثر من 100 حالة لالتهاب قصيبات شعرية، يستطب قبول 15 حالة يومياً تقبل في قسم الأطفال. ما هو الفيروس المنتشر في المدينة الذي تسبب في حالات الوفيات والإصابات الأخرى؟ حسب رأي أطباء الأطفال لدينا، فإن هذا الفيروس هو الفيروس المخلوي التنفسي RSV، ينتشر بين الأطفال دون عمر السنة،
ويسبب إصابات شديدة للأطفال دون عمر 3 أشهر. إن هذا الفيروس ليس جديد، لكن الجديد بالموضوع هو انتشاره بشكل كبير وسريع بين الأطفال. هل يصاب البالغ بهذا المرض كما يصاب الأطفال ولا ماذا؟ حاليا لم تراجعنا أي حالات لإصابات بالغين. كيف يمكن تشخيص الإصابة بالفيروس؟ إن تشخيص الإصابة يعتمد على الأعراض التي يعاني منها الطفل، من ضعف إرضاع وصوت للمفردات التنفسية والسعال، وأحيانا ممكن يترافق مع ترفع حروري وأقياءات إذا كانت حالة شديدة. ما هي سبل علاج الإصابات؟ لا يوجد علاج نوعي لهذه الإصابات، لكن هذه الإصابات يتم تقديم علاج عرضي لها بتحسين الوضع التنفسي، من تقديم الإرزاز وسحب المفرزات وتعويض السوائل وإعطاء الصادات عند اللزوم، الصادات الحيوية عند اللزوم. كيف يمكن الحد من انتشار الفيروس والوقاية؟ إن وسائل الوقاية ضعيفة أمام هذا الفيروس بسبب سهولة انتشاره، حيث ينتشر بسهولة بين الأطفال بطرق التنفسية. لكن ممكن الأهل أن يتخذوا تدابير بالتدفئة، وعند أي عرض يتعرض له الطفل أو أي ملاحظة من الأهل أن هذا الطفل لديه صعوبة بالتنفس أو مفرزات في الصدر، يراجعوا الأقرب تطبي أو طبيب لكي يقدم العلاج المناسب. ما هي احتياجات مدينة الأتارب لإنقاذ أطفالها من هذا المرض؟ كما قلنا إن هذا المرض هو ليس يشمل الأتارب فقط، يشمل ريف حلب الغربي، وهناك أيضا حالات ريف حلب الشمالي حسب ما تواصلنا مع بعض الأطباء. إن الاحتياجات الأساسية هي أجهزة الإرزاز وأجهزة سحب المفرزات والسيرومات وأدوية الإرزاز، ونحن بحاجة أيضا بشكل خاص إلى منفسة للأطفال الذين يكون لديهم وضع حرج جدا يحتاجون إلى منفسة. ونشكر هنا منظمة هاند إن هاند ومنظمة الأوسوم والسامس ومدير الصحة حلب الحرة على تجاوبها السريع معنا وتقديمها بعض مستلزمات علاج هذا المرض. مشاهدينا، نرجو أن تكونوا قد استفدتم من الحوار الذي قدمناه لكم، ونشكر لكم متابعتكم برنامجكم من أجل صحتكم، ودمتم وعائلاتكم بألف خير. من أجل صحتكم.